وخلال اتصال هاتفي في برنامج مجتمع واعي، أكدت الدكتورة جليلة السيد رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، أكدت أن تخطي المملكة 1,000,000 فحص لفيروس كورونا يؤكد تكاتف الحكومة والمجتمع خلال هذه الظروف الصحية الاستثنائية. كبيرة جدا، لما أذكرها أذكر انعكاسات لأمور مختلفة توضح أن مملكة البحرين ليش في الريادة في هذا المجال. تعكس الالتزام السياسي منقطع النظير، لأن 1,000,000 فحص معناها موارد تشخيصية، موارد للفحص، أجهزة وتقنيات مخبرية، كوادر، كفاءات، مراقبة، متابعة. هذا كله التزام سياسي من صناع القرار بالمملكة ومن القيادة الرشيدة. تعكس التزام الكوادر الصحية، لأنهم عشان يوصلون للمليون معناها وقت كبير جدا، جهد كبير جدا، مجهود كبير جدا، مع كفاءة، مع قدرات، بناء قدرات ممكن استفادة منها مستقبلا، في متطوعين، في تكاتف، في وزارات مختلفة تكاتفت، في يعكس أيضا التزام المجتمع بأي قرار تتخذه وزارة الصحة أو توصيات. فهذه الجهود، هذه الموارد، هذه المتابعات كلها إنجاز كبير جدا، كلها مكتسبات نستفيد منها اليوم، نستفيد منها بكرة، لأنها تجارب، قصص تحكى وتجارب نتعلم منها. فهذه التجربة تجربة فريدة من نوعها، على قد الصعوبات اللي نواجهها، على قد السعادة اللي نحس فيها، لأن صرنا نسيج متكامل من وزارات، من قطاعات مختلفة، من التفاف حوالين القيادة الرشيدة، من التفاف على بعضنا البعض بالرغم من التباعد الاجتماعي.